سؤال كده يا شيخ معلش. اتفضل. دلوقتي لو انا اثناء الصلاه عايز اغير نيتي هل يجوز؟ تغير نيتك من الاطاله الى التقصير لا باس، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. لكن تغيرها أيضا من فريضة إلى نافلة جائز، لكن من نافلة إلى فريضة لا يجوز. يعني من نافلة إلى فريضة لا يجوز، لكن من فريضة إلى نافلة يجوز. نعم، من الأدنى للأعلى لا يجوز، لكن من الأعلى للأدنى يجوز. تمام يا شيخ.